عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد الرغايف. الرغايف العاديين مربعين كيجيو مورقين وغزالين. انا هنا غندير كميه قليله ديال الرغايف، درت رابعه ديال الفورص رطب ورابعه ديال القمح سبيسيال. اللي بغى يدير كميه كثيره غيضاعف كميه ديال الطحين. غندير راس المعلقه صغيره ديال خميره الخبز، راس المعلقه. هنا عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده والملح. انا كنهز عيني ميزاني، هنايا عبرت معلقه كبيره ما عامراش ديال الملحه والماء دافي باش نعجن. نديرهم يتعجنوا في العجانه، اللي ما عندهاش العجانه تعجنهم غير بيدها. انا باش نربح الوقت غنديرهم يتعجنوا في العجانه. هما كيبغيو دليك مزيان هاد الرغايف، بالنسبه اللي ما عندهاش العجانه كيبغيو دليك مزيان، ولا يكون عندك الوقت وتخلطيهم وتخلي العجينه ترتاح. من بعد دلكيهم شويه صافي، وتحطيهم تخلي العجينه ترتاح شويه وتبداي طيبيهم. انا غنديرهم دابا في العجانه والماء غنبقى ندير شويه بشويه، الماء شويه بشويه حتى تجمع العجينه. انا درتهم في العجانه، غنبقى نضيف الماء غير بشويه بشويه. عجنات العجينه غطيتها بالسلوفان وخليتها ارتاحت شويه 5 دقائق ولا 10 دقائق صافي، وغادي نحطها فوق الطبله. غنعاودوها هكا نخويوها غير من داك الهواء اللي كيكون فيها. انا غنحتاج الزيت باش غادي نقرص. هنا الزبده 3 المعالق كبار عامرين بالزبده، زدت عليهم شويه الزيت وذوبتهم باش غنورق. وغنحتاج شويه القمح سبيسيال وشويه الخميره الحلوه حسب معلقه صغيره خميره باش يجينا الرغايف مورقين وزوينين. ناخذ شويه الزيت باش ما تلصقش ليا العجينه وغنقطعها. غندير قريصات صغارين قريصات صغارين تقدا اللي بغيتو. انا كيعجبوني الرغايف يكونوا صغارين، ما كيعجبونيش يكونوا كبار، كنديرهم انا في هاد التقاد. صافي، وكنقاد العجينه ونجمعها بحال هكا. ندير شويه الزيت باش ما تلصقش صافي، ونقطع العجينه كامله نقطعها بحال هكا. هم كاملين قريصات صغار، انا بغيت ندير رغيفات غير صغارين. غنغطيهم ببلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد شويه 5 دقائق ونبدا نورقهم. دابا ملي ارتاحوا خليتهم 5 دقائق ارتاحوا، غادي نبدا نقرصهم. غناخذ معلقه صغيره ديال الخميره، غندير معلقه صغيره قطعه هكا ديال الخميره ونخلطها مع الطحين مزيان. الخميره على حسب شحال عندك ديال الطحين، حتى عندي غير قليل، درت غير معلقه صغيره. غنبدا دابا نورقهم. ناخذ بحيده كنسرحها مزيان بالزيت. كنسرحها كنرشها بشويه الزبده والزيت وشويه القمح
وكنربع. دابا ملي كملتهم كاملين ربعتهم كاملين غنبدا نطيبهم. درت المقله كتسخن، غناخد الاولى اللي بديت منها هي اللي غنبدا نطيبها، هي الاولى كنقرصهم غير بالزيت. كنقرصهمش بزاف، تقريبا هاد التقاده، وغنبدا نطيبهم في المقله. دابا المقله سخنات مزيان، غنرشها بشويه الزيت ونحط الرغيف. ملي كتحطوه كتقادوه في المقله باش تجي مربعه مقاده نيشان. ترشوا شويه الزيت صافي، ونهز الرغايف الاخرى نبدا نقرص فيها. علينا ما تطيب ليا هذه تكون الاخرى وجدات، كنقرصها بحال الاخرى ما نقرصهاش بزاف. انا ضروري ملي كنكون كنطيب الرغايف كنضربهم بحال هكايا، كيجيو مسطحين وكيطيبوا زوينين. انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنطيبهم. البوطه ما تكونش مجهده بزاف، متوسطه شي. ملي كتحطهم بحال هكا كتجي ما كيجيوش فيها بحال هكا، كتجي طياب مقاد ديالها. انا اصلا عندي المقله كبيره كنطيب جوج ثلاثه مره باش هكا دغيا نزرد الطياب. هما كيطيبوا وانا كنقرص باش هكا غير نحيد وحده نحط وحده بلاصتها. صافي هذه بركه عليها طابت مزيان. انا الرغيف ملي كنطيبهم كنديرهم في هذا الكاغيط هذا بحال اللي كيعطيو في المخبزات، كيعطيو فيه السيفان، يكون كيتباع حتى عند مول الحانوت. كنحافظ على الرغيف كنديرهم فيها هكا حتى كنكمل الطياب وعاد كنحطهم في الطبسيل. الا خليتهم هكا غير محطوطين بحال كي نشفوا شويه، المهم هنا في هذا الكاغيط كيخليهم رطبين هكايا وكيجيو محلولين وزوينين من الداخل. المهم هذه هي الطريقه ديالي في الرغايف، دائما كندير لهم بحال هكا. هما الرغايف ملي وجدوا حيدتهم من الكاغيط اللي درتهم فيه وقدمتهم في الطبسيل، حطيتهم في الطبسيل اللي غنقدمهم فيه. كيجيو بحال هكا، كيجيو غزالين ومورقين من الداخل. نوريكم كيفاش كيجيو،
كيجيو مغرقين من الداخل. هذه هي الطريقة ديالي المعتمدة اللي كنوجد بها الرغايف، نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو مع لافامي ديالكم وصحابكم الى عجبكم هادشي، وشكرا.